فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا نوى الشخص الفطر ولم يتناول شيء، هل يكون بحكم بأنه مفطر؟ من المعلوم أن الصيام نية. نعم. وكف. طيب. أي نية في القلب وكف عن المفطرات. إذا قطع الإنسان هذه النية انقطع الصوم. أي أنه إذا نوى الإفطار أفطر. إن عاد فنوى الاستمرار في الصوم لم يصح، إلا أن يكون ذلك في نفل، فإن النفل يصح أن ينوى أثناء النهار إذا لم يفعل يومه ذلك شيئا من المفطرات. على هذا فإذا قدرنا أن الإنسان صائم في رمضان، نعم، فنوى الإفطار، يقول إنك أفطرت الآن، لكن إن كنت مقيما أي غير مسافر إنه يلزمك البقاء على الإمساك عن المفطرات. نعم. وقضاء ذلك اليوم على الإثم، لأن من نوى الإفطار في رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم في رمضان فإنه يفطر بهذه النية، لكن يلزمه الإمساك والقضاء ويترتب على فعله ذلك الإثم، لأنه لا يجوز أن يفطر يوما من رمضان إلا بعذر. وأما إذا كان صومه في غير رمضان وهو قضاء لصوم فائت، نعم، وهو قضاء لصوم فائت من رمضان، إنه يأثم نية قطع الصوم، ولكنه لازمه الاستمرار آخر النهار في الإمساك، بل له أن يأكل ويشرب، لكنه آثم لأنه قطع أي أن يجب عليه الاستمرار فيه، ويلزمه قضاء هذا اليوم، لكنه يلزمه القضاء عن الأيام التي فاتته من رمضان. طيب. معنى أنه إذا أفسد يوم القضاء ثم أراد أن يصومه أنه ينوي به القضاء عن يوم الأول. وأما إذا كان نفلا أي إذا قطع نية الصوم وهو في نفل إنه لا يأثم، لكنه يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ولا يلزمه الاستمرار ولا قضاء ذلك اليوم لأنه نفل. طيب. خلاصة الجواب عن هذه المسألة، نعم، نقول من نوى الإفطار أفطر، إن كان في يوم من رمضان وهو ممن يلزمه صوم رمضان إنه يكون بذلك آثما، ويلزمه الإمساك إلى آخر اليوم، ويلزمه القضاء. كان في قضاء رمضان إنه يكون آثما ولا يلزمه إمساك ذلك اليوم، لكن يلزمه أن يعيد ذلك اليوم. إن كان في نفل إنه لا يأثم، ولكن يكره إلا لغرض صحيح، ولا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم القضاء لأنه نفل. طيب. هذا خلاصة